بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 206 درس 45، تعريف الخاص وبيان المخصص. وبيان المخصص: الخاص، والخاص يقابل العام، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. أويك لا ناقرت لبر خوي ناقرت أويك أصل حبوي لبي حصر وكو أوي عامية أوي عام أوي كفوي الصلحة ببي حصر حمي دارك الوانيا وليم دينك. والتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. تخصيص إيش؟ خارج كرني بعض يقولوش تيوا لفظ عام كشامل جدا، لفظ عام كشامل كلي أو أفراده بلام تخصيص ديني بركي لا أبا. والمخصص إما متصل، مخصص جيا متصلة، وهو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل. أويك لبين عام ولبين أوي وخاص يكاتوا فاصل إنك وتتفاصل. وإما منفصل وهو بخلافه. والمتصل خمسة، أحدها الاستثناء كقول تعالى شنك متصل إليه هل قلخذ عام كده، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني شهادة يعني قبوما كانوا فاسقا ما قرواني واسوبك الآن لو ولو كدرين طويان لقبوهين شهادة يعني قبوما كان عام يعني لهي كان قبوما كان بلان دعاء إلا الذين جدايا كاتوا خاص يكاتوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله حتى آخر آيكي دعاء دعاء أمزال دعاء أو زاد الله يا بيان كلن يا بصري بيان كشن يا دسلاق يان لخلافه يعني دسلاق سلاق شف يان برا يا تبعي يان كن دعاء الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم أو استثناء كذا من خوينا تبعي كذا تبعي كذا. الثاني الصفة كقوله تعالى وربائبكم، ألا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لردا نساؤكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله مش دوار اشتبان فيه كان عليكم رقيبة أو أبواب النساء اللاتي دخلتم بهن جاسوا بكنا اللاتي دخلتم بهن. الآن أرد كام ربائب، كام ربيبة، كام من داوكي والبخير كان هنا كانت يعني كذا ينا لا يخطان كام يا هنا كام يا نسري وحلامة أوي واد خلتان كدوب دايك كان يا اللاتي دخلتم بهن دبت استفاد ونساءك درستا خاف يا كاتو يعني هم نساء اغنى بلكو او نساء. والمعنى ان الربيبه من المراه المدخول بها محرمه على الرجل حلال له اذا لم يدخل بها، يعني او ربيبه لو جني و دخول في كردو او بيا حرام له سلو بيا بلام وقت يجي يدخل فيك حلال ابو. الثالث الشرط كقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، ان ترك خيرا وصيه شرط يعني مالك بديهش انا مالي نبو وصيه على وقت ذاتي كتب الوصية وشيء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقوله الموت إن ترك خيرا أي مالا شرط في الوصية. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا أي قدرة على الأداء أو أمانة وكسبا. يعني أجر شرطي هي كتاب لك الكام بردف كشرطك أجر زانيتان كقدرة هي بيدا يعني يا أمانة كسبا هي. الرابع الغاية كقوله ولا تحنطوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي يوستان متاشم خب أو عامة يعني قد ميتاشم بلام بو غاية بو حسايا خاصة بيتو يعني حتى بيسران نجيش هديك نجيش رشوني خوي يعني يتامينا يا ولا تقربوهن حتى يطورن نزيجنا كانت هم ابنه خب عامة هم وقت ذيكتو بلام زيارة حتى لحيث باكتنا. الخامس بدل البعض من الكل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت بو الله لا سر حظ دي الناس غير عام وانيا حد بي لا سر بو حقو كثير طالما دو اي خاص يكاتو بس هي ببدلي بعض لكل او من بدلي بعض لو كل الناس فيا من استطاع اليه سبيلا. فقالوا من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا من المستطيعين. والمخصص المنفصل بس هي دغن متى على متصل ما كان في موضع اخر من العالم يا ويكا الذي جاي لك بخلاصه مخصصك يا ويكا لايك يا لحديثك او اجماع او قياس كما خص بالقرآن كقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون أو يبقى قرآن خاضوا يتوكوا مثالا لم أعيد الله تعالى فرمي دواني وطلاقة بنفسه لأن قرأ بيسي بكان رابوس فهو عام في كل مطلقة حاملا كان ذو غيرها لذا عامنا حتى لا ضيابك أدريته شحاملة بس حاملة نبي بلام
مدخولا بها وغير مدخولا بها شو دخولي في كرابة شو نكرابة بل عم دعاي خصة بقوله دردو جيغا خاصة بدو هم بو حاملة كان خاصة كاتا وهم دخول بين كرابة كان حاملة كان حكم اللي كان في غلط غير سيقر كيوشيا وولاة الأحمال أجلوا لا أن يضعن حملهن ولك حملة كان ذن أواني كدخول شامبين كراو حر أصلا نيانا وبقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أقد طلاق ثاندان فيش مس فيش جماع فما لكم عليهن من عدتين عدتان نيلة سريعا عدة بجاردين على روة ونشكر وما خص بالحديث أجل مثالي متخاذبة وحديث كقول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أو البيع عموما يعني هم بيعك حلال كذلك بلام دعائي خص من البيع البيوع الفاسدة خاص كراوته لبيع أو بيع الفاسدة التي ذكرت في الحديث كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصب الفحلي نهي كذولا بيسلح فروشتني مني فحل يعني كابرا بلاني هيا بيدا وكابرا يليك بويك دعائي قر بيسلح من وكاني أبي حابل يكر دعائي فولي لسا هو نهي كذو في عمر فحل أصدنا عصب مني. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة فعمر خلاص لا يكذو كحمل حملة بفرشي فجاهلة عادة ينبوها تنين كله واشترى ملا حاملة أو حملة داني هج قوربه دعائي الحاملة بو حملة أوي وعبيت كتفرش من الألعان بس أنت تتر هو فعمر خلاص لا يكذو وكان بيعا تفتاعهم جاهلي كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بيت بطنها أو بيعك اشتريك يكري كت أو ناقة قلنا في جدة يعني من دالبو هيز دواي أوي ولا زياء قلنا من دالبو أوي أنا كم والنزول البخاري لا غير ذلك من الحديث. تمام. كتف الشافعية دلها أجل إجارة دان بيت هو منظور من يكنا ببتاختني هل إجارة داني كلي بيت هو هنا درستا إذا أنا لو إستفاد لك لحالك أخذك ضعيف شو هذا كتف الشافعية بتصدق يا ماما أنا دسم ديجين بس أنا كبر هذا كان بلا هزينة وكجستون وخدم كده وقت مصرف كده ديجين وتك عن هم بدرسي وحيواني طبعا بحيواني شو بين قائمة اسمعي يلي قائمة اسمعي شتيك كيف نقول له فرقك قائمة اسمعي هزيني ديكي يعني أي سلاح الدنيا يكون يشدي ولا يشدي هزيني وقهيني أو بيت برزني بنا ورخص من الربا العرائب والله من السرد كذا بعام كتير ربا حمي حرام وان الاخواري لحديثة عرائح الله وكذلك بالسنة فإنها مظاهر كألن توضيح هذا فعن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائب بخصها بما دون خمسة أوسقين أو في خمسة أوسقين فغنبي صلى الله عليه وسلم لوقتك كفرمت خرما مدى بخرما السردار دعايا مزار ظلب بعرائق قيناك فخرص تخمين لذان خرص يعني تخمين لذان أقر فينز وسقيا كم تلا فينز وسق به فينز وسقي لكات الصد هر وسقي تقريبا دو تغار كاتو دو تغار يعني اكتا دو تغار قيناك شون كاوا بو خارج مشتا لازمه ها اكتا حدو شصت شو شصت عنده شو كده شصت حدو شتو برك نويك صلص يام وما خصة بالإجماع داروا يخاض بيبتا بإجماع آيات المواريطة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خصة منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإجماع أنا دلع أولادك أنتان هر چی کرا دو برابری کس پیام دن بلام اجماع لسر وی که اگر کرا که برده بول بین نای که بیر اگر کرا که برده بول نای که کروک شکن که بلا مردو هم کرا که یک شکنی برده هم باوز دیو اما آیا ایگریت و بعام بلام به اجماع خاطر بسن اگر و ما خصا بین قیاس آیت الزنا الزانیت و الزانی فجرید و کل واحد من همام اتجلده خصا منها العبد عبد لی خاص کراوتو بین قیاس على الامد و قیاس لسر اما سنکا لآیا کسور انتا فقط بحثی اماكا كذلك أما أجر هي قد عشان الأخير يعني نيوي أو ذيك ولي بحثي عبدناك ولي قياسك عبدي قياس كذوت السر أما جامدر على الأما التي نص على تقطيعها عموم الآية في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أجر بردش بيسرة بنايك نيوي أعزاد جني أعزاد عبادها جني أعزاد فتش الله بردش بيت فنزاش الله بردشن
جام لعرف عبد القياس كيف سر أو إيش هاد سندش الله تخصيص السنة بالقرآن وقد يخصص القرآن يخصص القرآن يخصص القرآن السنة جاروا هي قرآن سنة عندك هذا كذا ويمثلون لذلك بما روي عن لواخد البيهقي على ظلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو أيوة لي أبيت ولا حيوان لحالك حيوانك بالزندوة يعني بالزندوة ليه كانوا صلاقك بالزندوة ليه كانوا أو قسمتي بمرجعه حسبنا فهذا الحديث قصة بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين يعني للصوف يعني هي صوبة إتيالن نمر أوبار بإتيالن مشتر أشعار بإتيالن زرشتا يعني خلاصة همود توككان يعني الآن توككان مقدر له حديث شامل نابين هرشتي لحد بهيمة بيته فلان قسمتا الله تعالى جلاله كاتوك أمانا أمانا بمجدار روح سيبنا صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي صحيحة الدليل بين توب عام مكدوا عيوك خاصي في بيته لباقي فيها خب خاص بوك فقط حذف فيه باقي فيه خوامينته على حكمين اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص لغير أو صورة التخصيص يعني من غير قسمة وتخصيص بوده واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية وأدلة عقلية فمن أدلة الإجماع أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبو بكر رضي الله عنه في ميلادها من أبيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أما يبوا أبو بكر معه مع أنه مخصص بالكافر والقاتل لحالك أما خاضبوته وحركيش ويك فاطمة لب كافر وقاتل خاضبوته جلوس الله تعالى فرمي حمو أولادك تاني وبيبتن فلان دعي حديث خاصي كله دولة أولادك تان كافر وفيما لا غاية دي فاطمة لنا برنوان دليل هل استعدي لذلك يعني وآية لدليل ناكر فوجدوا عامك وخاضبوته فقد خاصة كان إلي زيادته ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته يكل صحابة نهاد طلت بإصلاح إنكاري كاتبه وصاحبوني دليل هنا وكي أخاتم فوجدوا إيكا أوهموا بإصلاح اشتكى الظهور في ذاك المكة في البشتيا فكان إجماعا على صحة احتجاجها فضل معنى سلو إيكا صحيحة دليل هنا وبعام دوي خالبنا ولذا عدل أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله ويا أبو بكر نيكت أو آية خاصبته بإصلاح كاره النايا ولكو هاد كتين دليلي كينا في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي نحن معاشر الأنبياء إلى نغطو يما سمعتي بأنبران اسم ديونا بالبرية ما تركناه صلاة ومن الأدلة العقلية أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا دليل عقلي لويك عام في شوي خاص كل يتوحد جذب الله هر كام لا قسم كاني بإجماع يعني دانا داني قسم كاني أو عامد هنا وبدليل دانا داني قسم كاني ديباشا والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده أصل إجل السروي أو يواقش تخصيص هر دواني دتواني حجز بيني وام الآن هر ما بيتوا فلا نسوا إلا أن يوجد له معارض ما قالوا معارض كيف خب فقط قسمة التخصيص كي معارض ليه يقول خم ماذا وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص لذا أخويا ما معارض ما نية غير صورة التخصيص كان صورة التخصيص كألا تخصيص كوة معارض نهي الله فما خلاك كي ماذا فيظل العام بعد التخصيص حجة فيما بقي ما يشمله الخطاب اختلف في الخطاب الخاص بالرسول وما مختلف خلاف هي اختلاف لما ورد وياك خطابك الخاص بخدي في امره صلى الله عليه وسلم كقول تعالى يا ايها النبي او شونا ابو دليل بويا مشابه اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقول يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هل يشمل الامه لا يشمل فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها شمت أنظر قدوة ونيبها المؤمة وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها ونظرن شو صيغة خاضبك ونبلاش عن المدنار واختلفوا أيضا في الخطاب من الله تعالى بي يا أيها الناس ألا وش هيخلاف يعني مش غلطين نسوي يبلا هنا غلطين نسوي فقط وشيء القرآن يكين السيرتي ألفتك لكن أنا كقولي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هل يشمل الرسول أم لا آية وش عملي في غنبرة بيانا والصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليبلغ غيره
ما بيلا للجود السلالة حاملنا بعمق تمام وقد أويك ناس شاملين في عمرنا وقد فصل بعضهم فقال إن اقترن الخطاب بالقول لم يشمله بعض كان جنان كذوت وطلن أجل خطابك قولي تذابه شامل خلي في عمرنا لأن ظاهره البلاغ شن ظاهرك كبوعني بك أنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإلا شامل ما بأوي شامل أخيلي بني وما ورد من الخطاب مضافا الى الناس بالمؤمنين اويك الخطاب هاتوي ذاكبر اي الناس يا مؤمنا كذلك قول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقول يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فالمختار في الاول انه يشمل الكافر والعبد والانثى ناس شاملها ميزه والمختار في الثاني يا ايها الذين امنوا انه يشمل الاخيرين فقط شامل عبد وانثى دبل لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع. ثم بمراعاة التكليف كما نسبة ولا يهمون. هميا مكلف هني لعبد ونساء. وخروج العبد عن بعض الأحكام. بلام عبد ثلاث دعاية بعض الأحكام جدانة بيته. كوجوب الحد والجهاد. إنما هو كجيش بيته لبخاتيونية كام آية شاملين بي يا أيها الذين أمنوا شاملين بي. شاملين بي. أي بسي جاية كينوا إنما هو لأمر عارض. بأمرك عارضي كام كفقره واشتغاله بخدمة سيده. ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير اجب بالاستعاف يا وجنتي كلبون لخطابه مذكر كان غالبا يعني بس غير مذكرها من بعدين ويقول يا ايها الذين امنوا لحركه امن نشهد المنزوله واكثر خطاب الله تعالى في القران بلفظ التذكير وسي والنساء يذكرن في جملته شكا مذكر كان غالب جاوز جناني داخل من الجمله وقد ياتي ذكرهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا جار واحد بجدا جلان يعني هنا يعني جنان في عون زيع كاتا بلفظ في جدا هو إيكزيات البيان كاروشن كاتا وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهم أو ما نعي ونابر كبغي لو لفظ عامي كأيش صلحي بويان يعني للفظ كيدي ككا يا أيها الذين آمنوا وفقات بغي أقر وقال لو شامل نابر قوية لرب جدا هنا كما جاء في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى لرجاء أبو بيان وإيضاح ذكر أنثى شد بارك الله.